بصي، هو كلمه ولقى كان جاله شغل ضروري قوي وكان لازم أن يسافر، يعني غصب عنه غصب عنه. يا نهى، هو في حاجة حصلت بينكو يا نهى؟ طارق عايزنا نتطلق. يا نهار اسود ومنيل، تفي من بقك تتطلقوا ده ايه؟ لا يا اختي مفيش كلام من ده، لا يا ساتر يا رب. طارق بقاله مدة طويلة سايب البيت وما بيسألش عليا خالص ولا بيسأل على الأولاد، شكله كده أخد القرار. لا، قرار ايه وبتاع ايه يا شيخة؟ لا سيبك، اهدي انت بس واستهدي بالله. هو الطلاق ده بالسهل؟ ده الناس اللي بتبقى عايزة تتطلق دي ما بتبقاش طايقة تبص في وش بعض من أساسه. ما هو فعلا مش طايق يبص في وشي. ليه يا نهى؟ ليه؟ ليه كل ده حصل؟ ليه يعني؟ مش عارفة، مش عارفة أنا عملت إيه غلط، مش عارفة. أنا كل حياتي ليهم، أنا ما بشوفش حد، ما بكلمش حد، ما بطلبش أي حاجة لنفسي، كل حياتي ليهم. مرة واحدة كده لقيته بعيد، ما بيكلمنيش خالص، ما بيسألش، لما بكلمه بيردش على التليفون، بيهرب مني، عينه مش بتيجي في عيني، ما بيقرب ليش خالص. مش عارفة، بطل يحبني. لا يا نوح، استهدي بالله كده يا حبيبتي، اهدي والنبي، اقسم بالله ما يحصل، اقسم بالله كمان مرة ما يحصل. اللي مخليكي متأكدة قوي كده انه مش هيحصل؟ يا حبيبتي عشان طارق روحه فيك انتي والعيال. حتى العيال، حتى العيال مش عايز يشوفهم. انا اتحايلت عليه عشان يروح يشوفهم في النادي، مش عايز يشوفهم. طب يا نهى، انا هقول لك حاجة بالراحة كده وما تزعليش، بالراحة. انتي عارفة يعني انتي زي اختي، وبعدين انتي فتحتي لي قلبك وانتي عارفة ربنا يعلم انا بحبك انتي وطارق والعيال قد ايه. انا ما حكيتش لحد اصلا، ولا حتى ماما. باين عليكي يا حبيبتي انك كنتي كاتمة في قلبك وساكتة. انتي تعرفي حاجة؟ طارق يعرف واحدة بجد؟ لا مش القصد، يعني هو قالك انه يعرف حد؟ لا، انا قلت له كده وسط الكلام وهو ما انكرش. يبقى عايز يضايقك وخلاص. لو في حاجه بجد وبحق وحقيقي كان زمانه نكرها. تفتكري؟ ايوه، هو الراجل كده، اما يبقى عايز يخلع يعمل فيها وحيد وشريد وشهيد. الموضوع حاجه تانية يا نهى، وانا الصراحه يعني حاولت لمحلك كذا مره بس انت ما بتاخديش في بالك. تلمحي لي بايه؟ دلعية نهى، دلع ستات مش دلع أمهات. يعني أنت بسم الله ما شاء الله حلوة وزي القمر، وأنتوا متجوزين بعض عن حب، وحسن كان دايما يحكي لي إن طارق جريت وراه ستات ياما، وهو ساب ستات مصر دول كلهم وجاي يتجوزك أنت، يعني حبك أنت. أمال إيه اللي حصل بقى؟ زهق يا نهى، زهق. أنت أصلك واخدة الحياة جد قوي. طب انا بعمل ايه؟ مش انا بعمل كل ده عشان خاطره هو والولاد؟ ايوه يا حبيبتي، بس يعني الجواز والخلفه مش بس كلهم كده ولا ايه؟ يعني انت مش فاتحه مدرسه يا نهى، ما تاخذينيش. هو اشتكالك؟ لا ما اشتكاليش، يعني هو مش لازم يشتكيلي، الموضوع بيبقى باين كده، بيلمح، بفهم كده من العموم. هو عايز يرتاح يا حبيبتي، يعني في يوم كده خلي الولاد يسهروا معاكوا ساعة ولا اتنين، يقعدوا معاكوا شوية. ما هما لما هيسهروا هيصحوا تاني يوم تعبانين مش قادرين يقوموا من النوم أصلا. يلهوي يا نهى، افهمي يا حبيبتي، افهمي طبع جوزك واتطبعي بيه، هيبقى في ايدك زي حتة الحلاوة كده. بتضحكي على ايه بس؟ يعني مثلا أنا هقولك على حاجة، طارق بيحب القعدة الحلو ويحب الرغي، كل حين ومين كده خلي الولاد يقعدوا يسهروا معاكوا، يفوتوا المذاكره، تقعدوا كده مع بعض تتفرجوا على التلفزيون، تقولي له ما تودينا سيما كده يا طروقه،
انت يا حبه عين، من التمرين ده للهوم ورك للحموم للاكل، حرام حرام عليكي نفسك، مفيش وقت كده للفرفشه. والحياه عايزه شويه كده رحرحه، يعني لين، يعني ليونه يا نهى، ليونه يعني حاجه كده تعدي الدنيا وتمشي وتهون علينا قرف العيشه. يعني هو اللي هيريحه ان العيال يسهروا؟ لا يا نهى مش القصد، ما انا بقولك دلعي دلع ستات مش دلع امهات. احنا بقالنا 13 سنه متجوزين، العلاقه اخدت الشكل ده وماله، ما يمنعش. طيب انا بقيت اعمل كده على فكره، بقيت اعمله فطار واديله السرير، اعمله نسكافيه وادخله له السرير. ماشي يعني، ما ده كلام حلو بس ده برضك يعني دلع امهات مش دلع ستات. فطور ايه ونسكافيه ايه يا نهى؟ الراجل عايز ينعنش رجولته. حبيبتي يا حبيبتي ركزي معايا، ما حدش واخد منها حاجه، اتدلعي كده ورقوسي واشربي لك سيجاره تعدل لك المزاج. لا لا كله بقى الا ده، لا سجاير لا طبعا. طب انت عارفه ان طارق بيحب يشرب حشيش كده مره كل شهر ولا شهرين؟ اه عارفه عارفه، وبعمل نفسي مش عارفه عشان الموضوع ده بالذات بيعصبني جدا. طب ما هو كده كده هيشرب، يبقى يشرب قدامك ومعاكي احسن ما يشرب من وراكي. وانت يعني مش لازم تشربي معاه، خليكي بس قاعده معاه كده شويه، هزري اتدلعي اعملي فيها صاحبته عشيقته. عشيقته؟ عشيقته بعد 13 سنه جواز اعملها ازاي دي عشيقته؟ العبي يا نهى العبي، يعني ارقصي اتدلعي قولي له كلمتين كده من اللي بالك فيهم، ما تخلينيش بقى اقول حاجات تخدش الحياه بقى. الله والله العظيم يا نهى انت هتضيعي كده فرصتك. طب انا هقول لك حاجه، كلميه دلوقتي وقولي له انا عايزه اشوفك ضروري ضروري بالليل، وروحي الكوافير هيصي نفسك كده وشهيصي نفسك، وبالليل البسي حاجه مدندشه ومنعنشه وشفتشي كده، وحطي شويه ريحه ريحه برفان برفان يا نهى فاكراه؟ اه حطي شويه كده، واول لما يجي قولي له انا اسفه بحبك وشويه كلام بقى ايه من الكلام اللي احنا عارفينه ده، هي ساعه زمن اقسم لك الموضوع يكون خلصان. لا انا ما اقدرش اعمل كده، افرضي كسفني يا اختي. طب وبعدين يا نهى؟ عادي يكسفك حبيبتي مفيش مشكله، تبقي كسبتي شرف المحاوله. اسمعي مني، كلميه دلوقتي وروحي الكوافير اعملي عمره كامله بقى كده خالص يعني.